رمضان كريم علينا وعليكم، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. جيتكم بالحلقة 15 من برنامج إقرأ القرآن. اليوم نتحدث هم نفس الأحداثات، وهم نوعي الناس ونحكي قضايا في الإسلام، ونحكي عن رمضان شوية، وهكذا هي حكايتنا في برنامج إقرأ القرآن. نحن أول شيء عندنا الخير. الخير في بلدنا العراق الحبيب، ساعد، أقولها ولا زال أقولها كل ما أطلع بأي حلقة، كل الحلقات أطلع وأقول البرنامج قراءة القرآن هو برنامج ديني، برنامج يوعي الناس. هو أنا سويته لهذا الأمور، برنامج ديني، برنامج يوعي الناس، برنامج يعني كثير فيه قصص، واحتل المركز الأول في عموم العراق الحمد لله، وبالدول العربية هم دخل أيضا على المشاهدات، شاهدوا على اليوتيوب. فالحمد لله هاي كلها جمهوري الكرام الحبيب، أحبكم كلش هواية، أموت عليكم، وأنتو جمهوري الراقي الطيب المركز حاليا عندي، هو جمهوري الكبير، وعندي قاعة جماهيرية في العراق وفي العالم العربي كافة. أحبكم، ورمضان كريم علينا وعليكم، وصيام مقبولا وإفطارا شهيا. إحنا حاليا اليوم حاليا اليوم يعني 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 اليوم بالشهر يعني ما بقى لنا، يعني ما بقى لنا غير أسبوعين، أسبوعين ونص. إحنا هالشهر راح نصوم 29 يوم، مو 30، 29 يوم. فالتراويح والصلوات والقرآن الكريم يجب علينا أن نؤديهم في رمضان كريم، لأنه هو شهر الطاعة، شهر البركة، شهر الخير، شهر الاحترام، شهر المحبة. يعني ما لازم نقسي أنفسنا ونحكي كلاما بذيئا ونحب الناس، وندعم المحتاجين، وندعم المساكين، وندعم بالكلمة الطيبة، صدقة، بالإحسان، بالمعروف. فهو هكذا رمضان كريم يقوله الله سبحانه وتعالى، ونحن نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة أجمعين، ونحب الله، ونحب كل الأنبياء الشريفة العفيفة، فنحبكم كثيرا. رمضان كريم فرض علينا نحن المسلمين، لأنه هو الله دزلنا إياه. شهر قال شهر واحد، توبوا يا أخوتي المسلمين، توبوا يا المسلمين، لأنه أنتوا على الصراط المستقيم راح تمشون كلكم. فخلالنا شهر مميز، شهر رمضان، شهر رمضان كريم مميز، مميز، لأنه نعبد عبادة الله شديدة كثيرا. فهو نزلنا إياه قال خلوا بس شهر كامل نعبد الله كثيرا وفرضا واحترامات وحب وتقدير، وهو لازم مدة الحياة هكذا. بس نحن حاليا في جيل جديد، وجيل هو والله العظيم جيلنا، بس أكو فيه الخوش وفيه يعني شوي. احنا ما نريد نحكي بالبرنامج لانه برنامج عريق، فما نريد نسوقه. فيعني هو جيلنا، هذا جيلنا شوية جيل صار يخوف، جيل صاير مفروض يمسك عبادة الله كثيرا، ونحترم الناس، ونحب الآخرين، ونحب الأهل، ونحب الأخوان، ونحب الأخوات، ونحب الأم والأب أولا. ما لازم يكون في زعل بيناتنا وبينات اخوتنا المسلمين. فنحن نحب المسلمين كلتنا، ورمضان، رمضان لازم نصلي بيه ونصوم، من نحن وصغار حتى نتعلم، ونحن كبار نظل نصوم الحمد لله. يعني اني مو صغير كله اصوم رمضان واعبد الله شهرا. هو شهر يعني شهر شهر، يعني ليش ما نقدر نمسك؟ نقدر نمسك والله. ف يعني بالنسبة لي يعني اللي ما يمسك أقول لهم أمسكوا الدين، أمسكوا الصيام. بالنسبة لا يمسك الصيام من الصغار، أكو الصغار أكو كبار، ما يمسك ما ي... ما ي... ما ي... ما ي... لا يصلون ولا يصومون ولا هذا. بس أنا أقول لهم نصيحة مني لكم، أنا فنان محمد العباسي، كأنه سويت هذا البرنامج الديني إقراء القرآن، برنامج إقراء القرآن. فأنا أحب الدين،
أحبه الدين، الدين الروحي. يعجبني، يعجبني أقرأ قرآن، يعجبني أصلي، لأنه هو الله راح يغفر لنا، ما حد راح يغفر لنا، العبد ما يغفر لنا أبد، الله سبحانه وتعالى هو راح يغفر لنا في من نموت. فنحب الله كثيرا، والله على كل شيء قدير. ورمضان كريم علينا وعليكم، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. ورمضان وهذه شهادة من الله، لازم الصلاة والصيام ونقرأ القرآن فرض في رمضان الكريم. وهذا كانت حلقتنا برنامج ال15 من برنامج اقرأ القرآن، وأشوفكم الحلقة الجاية. رمضان كريم علينا وعليكم، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. أحلى جمهوري بالدنيا، أشوفكم في الحلقات الجاية، تحياتي لكم.